وقد استطلعت قناة النبا آراء عدد من متتبعيها عبر صفحتها على فيسبوك عن حقيقة الوضع الصحي لقائد ميليشيات الكرامة خليفة حفتر. سؤال الاستطلاع كان كالتالي: في ظل تعدد الروايات عن حالة حفتر الصحية، ما الرواية التي تصدقها؟ 34% من المتفاعلين يرون أن حفتر يتعافى أو بصحة جيدة، فيما صوت 66% لرواية أن حفتر بوضع حرج أو ميت، يشار إلى أن 2793 شخصا صوتوا في هذا الاستطلاع لقناة النبأ.